السلام عليكم. كنت حاب احكي عن نقطتين مهمين جدا بيتعلقوا بالكائن الملتزم اللي عايش على وجه الكرة الأرضية. اول نقطة عن الناس اللي متصورة بعقلها انه الكائن الملتزم لازم يكون انسان معصوم، وانسان افكاره وتصرفاته ومعلوماته غير باقي البشر. يعني مثلا اول شيء هذا لازم يكون معصوم، كيف ملتزم بيصلي الصلوات الخمس واخر شيء بيغلط وبيعمل معاصي؟ كيف انسان ملتزم ولابس جلباب وحجاب ولربما نقاب وبتوقع بمعصيه؟ كيف هالشيء؟ هول ناس لازم يكونوا ما عليهم ولا ذنب. مين قال هالحكي؟ الصحابه رضوان الله عنهم يلي هن خير الخلق بعد الانبياء، في منهم من زنا، في منهم من سرق وتابوا وقعوا بالخطا ورجعوا تابوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالملتزم إنسان مثله مثلك، بيغلط بس بيرجع بتوب. حتى أفكاره مثل أفكارك ومعلوماته مثل معلوماتك. يعني ما تستبعد لما إنسان ملتزم جاي عم بقول لك كلمة نانسي وعم بقول لك كلمة هيفا شيخ وبيعرف هالأشياء، شيخ أنا اللي مفكرك ملتزم طلعت شيخ صايع من تحت لتحت، على أساس أنه الشيخ أو الملتزم لازم بس يكون بيعرف عبلة اللي كانت مع عنتر وليلى اللي كانت مع قيس، أما نسوان هالكرة الأرضية اللي عايشين هلا ما لازم يعرف أي مخلوقة منهم. نفس الشيء الملتزم لازم تكون أنه أفكاره غير أفكار باقي الناس، ما بتعرف بالموديل، ما بتعرف بالموضة، ما بتعرف بشيء. مين قال هالحكي؟ يعني تصور الناس أنه الإنسان الملتزم غرفته لازم تكون كلها سودة، على اساس انه اللون الزهري اذا كان بغرفتها ينقض الوضوء، او انه لام الحمرة ما بتعرف تستعملهم ولا بتعرف فيهم شيء يكفيها السواك، وانه هي اذا زوجها قال لها نكته لقدام بتضحك معه قه 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 على اساس انه هي شو من كفار قريش. ليه اخذين هالفكره عن الملتزمه؟ طب ما هي مخلوقه مثل مثلك، يعني ممكن تكون تعرف بالموضه والموديل واكثر من المراه المتبرجه، بس ما بتظهر هالشيء خارج بيتها عشان الشرع نهاها عن هالشيء. نفس الشيء الملتزم بموضوع المشاعر، يعني ولو انه عم بيصلي معكو وملتحي اكيد حابب يحب وينحب بس بالحلال. يعني الملتزم مش شايل قلبه وحاطط مكانه اطرميز حبه البركه، يعني عنده مشاعر. والملتزم المنتقب والمتحجب يلي هي عم تمشي بالطريق وحاطه راسها بالارض ما تفكر والله انه هي ما عندها مشاعر، هي بتتمنى اليوم اللي بيجي زوجها بيعطيها فيها ورده، بيعطيها فيها دبدوب. لك ايه دبدوب هذا تاع هي نفسها، هي الملتزمه والمنقبه واللي حاطه راسها بالارض هي نفسها عندها مشاعر وبتحب هالاشياء، بس كابحه حالها لله سبحانه وتعالى ما بدها تقرب. ويمكن تغلط، يمكن توقع وترجع تتوب عشان دينه امر بهالشيء. حتى تصرفات الملتزم، ليه نحن بنتصور انه الملتزم ما تكون عنده نفس التصرفات تاعت باقي البشريه؟ تخيل ملتزم او شيخ وعم بياخذ سيلفي، الله اكبر، لك شوف اياه اذا اخذ سيلفي. وين المشكله اذا تصور سيلفي؟ وين المشكله اذا ركض بالطريق واذا لعب مع اصحابه ولعب ماتش فوتبول؟ وين المشكله؟ ليه بدنا اياه كائن من كوكب اخر؟ الملتزم مثله مثلك بس عم بحاول يكمش نفسه عن الحرام لله. ها اول نقطه. ثاني نقطه، الملتزم ما معناته انه صار شيخ. تفكير الناس انه الملتزم اذا صار يصلي الخمس صلوات بالمسجد هذا خلص مثل كانه تخرج من ثانويه شرعيه، اما اذا اطلق لحيته كانه تخرج من جامعه، اذا كبرت براسه وحضر له حلقه بحفظ القران الكريم خلص هذا صار امام يتبع، اما الملتزم مجرد ما تجلببت خلاص هي صارت العمدة بالفتوى، وحتى بيبعتوا لها أسئلة تفسير منامات وكذا. خلاص ما شاء الله عشو لبس الجلباب؟ يعني إذا هول قالوا الله أعلم لشو ملتزمين لك؟ لشو مربي لحيتك؟ لشو أنت مجلبة أو منقبة؟ مش معنى إذا نحن التزمنا أطلقنا لحانا وصرنا نصلي أنه نحن صرنا أئمة. لا إفراط ولا تفريط، منا معصومين وبنفس الوقت منا مشايخ وأئمة. نحن ناس ماشيين على هالطريق، نخطئ وحينا ونصيب وحينا، إذا تعلمنا شيء قادرين نجاوب الناس بنجاوبهم، ما قادرين بنقول الله أعلم. أنزل الناس منازلهم. رضي الله عنكم وحبكم في الله ويرضى عنكم. شاركوا هالمقطع بس عشان يعني ما تفقع المرارة اللي عندي، يعني خلاص بطل في إيدي. الله يرضى عنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.